انت يا ريخو سيسار كمان يقوى كجنا عسان كرتاريها وشا قرأ أنا يعني وحوية إلا الصميو وكمان يقوى life good وأنت الصميو رنتي وحن خلبة إلهي سبحانه وتعالى وكل حساب تمدونا ديرها لنا كمي هيك دوان وحلفة في عد أولي هاي شخص عيد محمد فرح كاس أولا شاقي أما الشيخ سيدا هذا الكيس اللو ديقاي أحايد إنو بنيي قناحس قلو يقانا life good وهو رعو لمكة لو صومالي شاكتين أنو بنانين شخص عيد محمد فرح يا تلفيشن كا ام ام تي في فرصته هلينو اريتها سو حكو وديو شيخ سودو وغورين شيخ عد ادلد هي او بره بشده هيستي او مدل سو دغي او لوو شاغي ان شركه غنحسغا لايف اس جود او دنيير بدن هراي علمد او دغتي استعمال كيدا ان اد ادو كو بنيساي ما جيرتا عد كا ما دوبتي مخو هاسه بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله والسلام على رسول الله ولي الغمال بما صدق جزاك الله خير أنت ولي الغمان وشريعة الإسلام كو ينفر الله يسوع شيخه تدك نفت هذا نظرون شيخته تدك هذا نظرون شيخته بنت يو ورك عن صح ضعيني اللي فافي أنا دي في الإسلام كم هو قرا سنة كم كوستيرية طبعاها أي سجالية طبعاها أي كم بني ولا له ليهين أيان يقتل بدنين عن شريعة عن صوب بارو كم بني جي الأدلة دبي بنتجي الكنان أركي معاملات كودي وحيها وش ما نيجي كان بني جالس وحويان وحولي هاي بضاعات أما يعني سلعات أما واحد كذي يبسني الله طبعا كريو وأولي بكوالتي في عليه تذكر مك برنامج كذي وحوي وقلي يعني أنت درت يتبلو قلي وبهذا وحوه الرجال اللي جاي جاي عايزين ألعاب تاسي أي تا ألعاب قف من هذاك وطبعا كرو كيف يبسن كرو غرر كي يجي هالذي يدي ربي يبنتي يردم بان بيشا كوتشرين أكلت بنت بيتنا عن دبي كان بني جا أنكو عمانيو وأن يقولوا أن هذا هو الصحفي عن تاي كمريجا مكوى مجلس الشيخ ما إنسان حيسي سلوم مودن ولكن دكتور أحمد بن كمريجا كمسؤولة ولكن كسلام أيو كمريجا يدو أي وركوها أو أكيد على يقدو بفيديو الفردية أي هيد مدو إمك لقوا لو رود بيقول لقى جوجو أي كمري كله والله يفقد ليلة ونقولي جا أرق ونقولي جا مقل ومالي وحكوي بين الدكان اللي هنا أنا أرق وحفيسي اللي هنا أنا أرق خير إيه الشر من نبأ أنا يعني أنا كجرني نما نكوبين أيه رأي كانوا لي تصي عطك يجي فيديو يجي مرنا عضا مرة يدو فيديو يلا فافين أيه ولا هي هاي وبنان تهاي كمان جهاز غرر ملة بينكم ما كرتوا سلعة باكرتها سلعة سوفا إذا لا ولا قفكو وقليها وشاع إنه سلعة وقلا أنا كمان جاني حرامي هين وأنا كمان جاني شاينيس هين أحد أكل أحد ودير في إنترفيو في رمضان ودير بأيوها ونكمل جالس سيجارة وجهلي كان مو هين كمل جالس يمكن يعني مال ما حال أي سوق جيران بابي جهريسي إن كمل أنا جرنين وحو يبي أنا جرنين ألكو كسوة كذا أنا جرنين وحو وضع أنا جرنين إن وحي صغار اللي هي إن وحي صغير اللي هي إن وحي صبين اللي هي إن كلا أنا جرنين إن بضاعة يسهل عد يوحل أي سنة يوفى إذا لو تدخل تاعه وذا يحوش بيزنس كان أقليان أنا أقين إنه فا معي هذه فردي معي إنه كلام كدرك وياهي يين كله أنا أقول أنا جرنين إني أتكى على استعماله ووشي على استعماله وولي بلقى جوجو إنت هوري كم بنيك كلام كهل لي إنت الله مصحه إنت يا ريخو سيسار كم بنيك وكجنا عسان كرتاريها وش قرا أنا يعني وحوي إلا الصميو وكم بنيك لايف جود وأنت الصميو رنتي وحن خلبة إلهي سبحانه وتعالى وكل حساب تمدونا ترى لنا كم هي كم بني أنا دراسيين أنا وحدك وجين إن ما عرفت مجا عيب وهوشة وكشره علماء وحويان وحويان دي وحوذ والسحي هاي علماء يدري كران وحوذ يصوبرني جيان بيسنس كلين وحرمي هاي وقف كل بقف كين يو العك وقاعدنا يو في سبيل العك تا كنت كاب بقول نقضة بقول كشنة بقول نقضة إنه يهاي ينو يهاي كمبني سلعات لطالب كرو سوق تعالوا لي يبسنا يو أي تهاي ودي وحي عليه مخالفات كيف فقه جاي شرع جاي ولا ماشى إلى كبع يعني إن كله أدو يسوق السوية كمبني هو يبني أو السحي هاي أو هوش أو وضع هو صحاي تهاي هاتوا برهانكم صوبن لك بيزنس كاجا صوبن لك سوشا قيسو صوبن لك سعادة روحي تهاي صوبن لك سيدا لوكري يبسدو صوبن لك سيدا لوكريو administration كيسة إنه في ليه هاي إنه روحين هولا هاسو دان صوبن لك أو تدك سعادة وعده أو هلا قول أركو علماء ذا قول أركان أو تدك قول أركان مركي شيخ أديك عاد كليب كاركتي كل واد بارتي محاك عقب حاي أنتي بابا دوان كمل جوان وان هيجي مدون يروتي على كلينا كمل جا أنا كنت كدوان العرض ساسوي هاي ساسوي هاي قواعد عام كوالله قرنية كمل جا دوت كمل سحية هاي كل بق شيخ كل اللي تركي سعود كيسو استعماله كل بشيخ يركمو صاقة وستين أمو كحدين وردي وحين سحية هاي الله يدين بركة هيو وحل الله البيع وحرم الربا إلى يدي بيزن صحة وياهاي وارعضية
oo hawshiisa soo bandhiga oo sheekh ama culimo aan cod idin siin oo idin ka duubin oo idin arag oo idin maqal maxaa isticmaalaysan codkooda iyo warkooda sheekh kale isaguna jira oo isagana saa loo isticmaalay oo wax laali u yiga kala hadlay ama ilaati aan jirin sida la sheegayo marka waxa uu walaal ilaahay soo xanlay walaalaha waxaan u dareeyay bagaad weydiis su'aasha walaalaha waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada qofaan hadal idin interview idin digin shilimaad ku daydaya ama waxa ku daydaydan waxa weeyaan fiyo iyo daawasho alla ka cabsada culimadu waxa ay ka hadleen culimadu waa inay dalka waxba laga weydiiyay si fiican oo fiqhi iyo wanaagsan bay arintaa u sharxeenay iyagoo axkaamta eegaya uga hadleen anuu ma doonayo xaggaa inaan dhinaca fiqhiga iyo dhinaca waa mas'alada dadka ma baarinba kambani aanad baarin oo business-kii soo geyn ee wuxuu soo galay waxaanu soo galay habayraatay ma jirto marka waxaan halkan uga darayaa maasij ah ittaqullah ilaahi subhanahu wa ta'ala ka cabsada wattaquu yawman turja'uuna fihi ila allah shilimaat yaryar inaad ku daydaan inaad qof islaama been ka sheegtaan been ka abuurtaan wad cajaladu 19 kiiban duubay cajalada 19 kii ayaan duubay imika isticmaalayaan in kulba googoosanayaan arintaasi waa khalad allah subxaanahu wa ta'ala ka cabsada maan leeyahay businessku waa mubaax dadkuna waa u furan yahay laakiin latimaadid arintaada hawshaadu saxa ayaa insha allahu ta'ala laga rabaa ku dheeraa maayo waxba ka sheegi maayo ka saara maan leeyahay codadkayga iyo isfuyoogayadeeda ku jira barnaamijka aanan war iyo wacaal aanan ka haynin jazaak allah khair jazaak allah khair sheekh adeed mahsan sheekh saciid maxamed farax oo arintaasi la xidhiidha muqaalkaas shirkadda life is good baysay ee la sheegay in sheekhu baneeyey anuu telefishin ama tv aan wax ka weydiin sheekhu mahsan tahay macmiil ku shuba 0.5 oo hel unlimited internet muddo 48 saacadood ah adigoo isticmaalaya xirmada kaynaan haddaba haddii aad haysato dollar garaac xidig 885 afar gees haddii aad haysatid cash ama lacagta shilinka somaliland garaac xidig 225 afar gees kadib dooro zero oo xidhmada casriga ay keenaan waxaa kale oo biribirkaga u bedelan kartaa internet adigoo isticmaalaya xidig 34 afar gees kadibna dooranaya number 1 kaynaan macmiil waad ku guulaysatay xidhmada kaynaan oo kuu shaqaynaysa muddo 48 saacadood ah